هولندا كانت في الحرب العالمية الأولى محايدة، وفي الحرب العالمية الثانية كمان كانت محايدة. ولكن فجأة قرر هتلر بعد بداية الحرب العالمية الثانية بشهور، قرر فجأة أنه هو يهاجم هولندا. وفي إعلان الحرب بتاعه على هولندا زي ما احنا شايفين قدامنا مذكور بعض الوقائع بالتاريخ بتاعتها، ومن ضمنها أول مقابلة أو تاني مقابلة موجود اتعملوا في مدينة سوتفين ومدينة دنهاخ، وبعد كده مكتوب حاجة اسمها باك هاوس باك هاوس باك هاوس، وده اسم كافيه في مدينة فينلو الهولندية اللي على حدود ألمانيا، بتبعد فقط بضعة أمتار عن حدود ألمانيا. إيه اللي حصل وإزاي أوقع هتلر بالحكومة الهولندية في الفخ، وإزاي كمان ساعدته بريطانيا أو إنجلترا في الوقت ده إنه يوقع الهولنديين في الفخ، هو ده اللي هنعرفه النهاردة في حصة التاريخ. ما تنساش تعمل وتشترك في القناة وتفعل الجرس، ويلا بينا على موضوع الحلقة. سنة 1939 وبعد بداية الحرب العالمية الثانية وتحديدا في الشهر العاشر يوم 21 ويوم 30/10، حصلت مقابلات ما بين عملاء من المخابرات الجهاز المخابرات البريطانية في هولندا وبعض الضباط اللي بيسموا نفسهم يعني منقلبين على هتلر وعاوزين يتخلصوا منه. والسبب ان هما مش عاجبهم ان هتلر بهدل الجيش الالماني في حروب ودخل بولندا وهاجم دول اخرى، والعملاء البريطانيين كانوا مصدقين الجنود الالمان اللي ادعوا ان هما ضد هتلر، وقابلوهم زي ما قلنا يوم 21/10 ويوم 30/10، وبعد كده اتقابلوا ثلاث مرات متتاليه في المدينه الحدوديه الهولنديه مدينه فينلو اللي تبعد امتار عن حدود المانيا. يوم 7/11 و8/11 سنه 1939 اتقابلوا في الكافيه اللي موجود هناك او المقهى اللي هناك اسمه باك هاوس، وكانت الوعود دايما من جانب الجنود الالمان ان هم هيجيبوا مسؤول رفيع المستوى معاهم، وكان في ضابط مخابراتي هولندي حاضر معاهم كمان ولكن تحت اسم مستعار ولم يفصح عن جنسيته، وكان اسمه ديرك كلوب. واليوم الموعود اللي هو يوم 9/11/1939 كان المفروض ان الالمان هيجوا على الكافيه اللي في مدينه فينلو ومعاهم المسؤول الألماني رفيع المستوى اللي هيساعد وهيبلغ البريطانيين ازاي هم هينقلبوا على هتلر وهيتخلصوا منه ويخلوا هولندا دولة غير عدوانية. ولكن اتفاجئوا الاثنين البريطانيين عملاء المخابرات البريطانية الاثنين ومعاهم العميل السري بتاع هولندا ديرك كلوب، اتفاجئوا ان في جنود من جهاز الاستخبارات السرية الألمانية عبر الحدود أطلق عليهم النار، وأطلقوا كمان على ديرك كلوب الخبير الاستخباراتي الهولندي ساعتها، وسحبوا معاهم مع الاثنين البريطان إلى داخل ألمانيا. مات ديرك كلوب بعد كده، والروايات بتقول لك إن الألمان اكتشفوا الهوية الأصلية بتاعته فيما بعد وعرفوا إنه هو هولندا، وده اللي استخدم فيما بعد في إعلان الحرب من جانب ألمانيا على هولندا، إن هولندا كسرت الحيادية بتاعتها و كانت متحيزة لجانب البريطان ولذلك تستحق ان هتلر يقوم بغزوها ويقوم باعلان الحرب عليها. الاثنين العملاء البريطانيين بتوع جهاز المخابرات البريطانية اللي تم القبض عليهم ادلوا باسماء كتيرة لناس واشخاص بيساعدوهم في مختلف الدول الاوروبية واللي كانت بدورها حليفة لبريطانيا ضد المانيا النازية، وتم القبض عليهم، وكمان ادلوا باسماء من العملاء المخابرات البريطانيه داخل بريطانيا واللي كان الجيش الالماني النازي ساعتها بيخطط ان هو يقبض عليهم بعد غزو بريطانيا. على اي حال اعلنت المانيا الحرب على هولندا، ويوم 10/5/1940 بعد ما صدر الاعلان بتاع الحرب الحكومه الهولنديه كانت شايفه ان دي حجه غير قويه وان هتلر زي ما بيقولوا كده بيتلكك عشان يغزو هولندا، وبدات الجيوش والجنود الالمان يدخلوا الى هولندا وكان معظمهم يرتدي زي الجيش الهولندي عشان يقوموا بخداع الهولنديين بكل بساطة. وبعد 7 أيام فقط من بداية الغزو الألماني لهولندا وبعد قصف مستمر لكبرى المدن الهولندية استسلمت أمستردام، استسلمت الحكومة الهولندية والجيش الهولندي للألمان، وبذلك تكون وقعت هولندا في إيد الألمان فقط بعد 7 أيام من بداية الغزو. اكتب لنا رأيك في التعليقات
هل شايف ان حجة هتلر في غزو هولندا والايقاع بها وايقاع بعملاء المخابرات البريطانية، هل سبب الغزو بتاع المانيا لهولندا كان سبب مقنع، ولا على اي حال هتلر كان كده كده هيغزوهم واتخذ الموضوع ده كسبب على اي حال وقام بغزو هولندا، لانه في الاول والاخير استفاد من ثروات هولندا اللي استولى عليها والجيش بتاعه استولى عليها، استفاد من الثروة ديت لدعم ألمانيا ولدعم الجيش النازي أثناء غزو الدول الأوروبية مختلفة وللاتحاد السوفيتي أثناء الحرب العالمية الثانية لحد ما سقط وتخلصت البشرية منه ومن شره. اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات في سبب هتلر لغزو هولندا، وانتظرونا في حلقات أخرى قادمة. سلام عليكم.